البنات يبيعوا لكم باثمنه خياليه وما يكونش بحال هذا القوام هذا وبحال هذا البياض اللي كيعطيكم هذا الكريم هذا او لهذه الوصفه هذه، كتبيض المناطق الحساسه، كتخلي البشره كتلمع ما شاء الله، وكتزيل جميع التسبغات وجميع المشاكل ديال البشره من الوجه للجسم العنق لاي منطقه ممكن تستعملي ليها هذا الكريم هذا. هانتي يا اختي هانتي ما شاء الله، شوفي معايا، شوفي شوفوا يا البنات ما شاء الله على وصفه كيف دايره، راه صراحه رائعه جدا، كريم منها كريم ومنها وصفه. شوفوا معايا ما شاء الله على بياض كتعطي هذه الوصفه هذه، وكتحسوا بالبشره ديالكم ولا فيها ملمس كملمس الاطفال. اهلا صحباتي كبيداتي الفنات ديالي، كي دايرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وبخير وعلى خير، وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو هذا. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما العاده وكيف ما ديما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حتى نتوما صليو على النبي في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر لي وليكم بحول الله. وصفة اليوم البنات وصفة رائعة جدا للتبييض، تبييض المناطق الحساسة، تبييض الوجه، العنق، الجسم، كتبيض جميع المناطق السوداء والمناطق اللي فيها التسبغات او اللي عندكم فيها مشكلة، الرجلين، اليدين، الوجه، العنق، الجسم بالكامل البنات، المناطق الحساسة، اي بلاصه ممكن تستعملوا لها هذه الوصفه. وصفه كريميه ما شاء الله على شكل كريم، من اروع الوصفات ديال التبييض، رائعه جدا، غتشكروني عليها باذن الله. داكشي علاش ما تنساونيش في اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا. غتشوفوا صوتي شويه مبدل، راني مريضه وعيانه، ما شكيت عليكم، ضربني البرد، وهاد اليومين كنت مطحطحه وما بغيتش نزيد نغبر عليكم كثر، واخا صوتي باقا عيانه شويه، داكشي علاش داو معايا بالشفاء. وما تنساونيش باللايكات، اللايكات ديالكم باش هكا نزيد نتشجع ونعطيكم اكثر. وكيف ما انا واخا مريضه واخا عيانه ما كنبخلش عليكم بالوصفات، حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم ليا. واللي اول مره غيشوف القناه ديالنا ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم دائما الجديد ديالي واللايكات ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الانستغرام والفيسبوك ديالي، صفحتي الوحيده على الفيسبوك الوحيده على الانستغرام هي اللي كتلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، هذيك صفحتي الوحيده. صفحتي على الفيسبوك كندير لكم لايفات وفيديوهات حصريه، بزاف ديال الحوايج اللي هما زوينين بزاف بزاف بزاف. تبعوني في الفيسبوك ديالي، وحتى الانستغرام ديالي كندير لكم اليوميات ديالي، كنشارك معكم كلشي، داكشي اللي ما كنشاركوش معكم في اليوتيوب كنشارك معكم في الانستغرام اولا في الفيسبوك، داكشي علاش التحقوا بيا تما. ودابا غندوزو نيشان المكونات ديال الوصفه ديالنا مع طريقه الاستعمال ديالها مع كلشي. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر مرحله بمرحله ان شاء الله، باش هكا تستافدي وتعطيك ان شاء الله النتيجه المطلوبه باذن الله. تبعوا معايا الفيديو على بركة الله. حبيبتي غنبداو في مكونات الوصفة. أول حاجة عندنا هي صابون الضوف، صابون الضوف معروف عليها الفوائد ديالها في تبييض لون البشرة وتوحيد وإزالة جميع التسبغات اللي كتكون عندها في البشرة سواء الوجه أو في الجسم. ضوف البنات راها رائعة جدا جدا، وكنظن أنها متوفرة في جميع البلدان. غتاخدو البنات صابون الضوف غتحكوها في حكاكة رقيقة ماشي حكاكة غليظة، باش هكا دغيا دغيا تذوب معانا ودغيا تنسجم مع العناصر الاخرى ان شاء الله اللي غنضيف معاها. غادي ناخذ صابونه ديال دوف غنحكها تقريبا المقدار ديال جوج معالق حتى ثلاثه المعالق ديال صابون دوف محكوكه، يعني جوج معالق كبار حتى ثلاثه المعالق كبار. صافي البنات، من بعد ما حكيت الصابونه ديالي على هذا الشكل هذا، تقدروا البنات انكم تضاعفوا الكميه ديال هذا الشيء اللي درت على حسب نتوما هذه الوصفه بغيتوا تستعملوها للبشره الوجه ديالكم فقط او للجسم ديالكم بالكامل او غتستعمليها انت والاخت ديالك مثلا، يعني ضاعفي الكميه على حسب انت شحال بغيتي تستعملي فيها. ودابا البنات غادي نزيدو تاني مكون اللي هو دانون طبيعي او لا ياغورت طبيعي، اي ياغورت طبيعي تقدروا تستعملوه. غنستعمل منه تقريبا واحد جوج معالق على هاد الشكل هذا، وغنخلط مزيان مزيان مزيان. اهم حاجه هو التحريك المستمر، فين ما نضيفو شي عنصر او من العناصر او مكون من المكونات نخلطو مزيان حتى ينسجموا ليا ونضيف باقي المكونات. غنخلط بعدا مزيان هاد دانون طبيعي او لا ياغورت طبيعي مع ديك صابون الضوف حتى غيولي لنا على شكل كريمه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. ما تبخلوش عليا من لايكات، اللايكات ديالكم بغيتكم نوصلوا هذا الفيديو هذا لاكبر عدد ممكن من اللايكات، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الناس باش هكا تعم الافاده ان شاء الله، وهذه الوصفه توصل لعدد كبير من الناس. دابا غنضيف المكون الثالث اللي هو نشا الذره او لا مايزينا. نشا الذره البنات معروف عليها في التبييض وفي ازاله التسبغات وفي توحيد لون البشره، انا كنستعملها تقريبا في جميع الوصفات ديالي ديال البشره. راكم كتشوفوا البنات قناتي دائما ما كنشارك معكم مايزينا في الوصفات ديالي، خديت جوج معالق تقريبا من نشا الذره وخلطتهم مع باقي المكونات. كيف ما قلت لكم البنات، فين ما تضيفوا شي مكون خلطوا جيدا حتى يندمجوا ليه مع بعضياتهم، عاد كنضيفوا باقي العناصر. دابا هنا عندي حليب بودره او حليب مجفف
اي حليب مجفف عندكم استعملوه، ماشي بالضروره انا هادشي اللي كنستعمل هو اللي تستعملوه. استعملوا حليب مجفف اللي متوفر عندكم، استعملت منه ملعقه صغيره فقط من حليب بودره، وغادي نخلط عاوتاني المقادير ديالي او المكونات ديالي جيدا على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا البنات ما شاء الله بدا كيبان القوام ديالو كيفاش داير كريمي، ولا القوام ديالو على شكل كريم، وديك الصابون دوف كتذوب تماما مع التحريك مع باقي المكونات. وبالمناسبه البنات هذه الوصفه هذه تحتفظوا بها في الثلاجه، في الباب ديال الثلاجه، وقت ما بغيتوا تستعملوها تجبدوها من الثلاجه وتستعملوها عادي. وهاد الكميه اللي حضرت معكم في هذا الفيديو تقريبا غادي لكم لمده اسبوع، الا بغيتوا تضاعفوا الكميه ممكن انكم تضاعفوا الكميه. المهم الكميه اللي حضرت غادي لكم مده اسبوع، وعاودوا حضروا كميه اللي هي جديده في الاسبوع المقبل. وهذه البنات اخر مرحله عندنا في الوصفه هي مرحله الزيوت، مرحله اختياريه، لان كل واحد شنو كيجي معاه في البشره ديالو من الزيوت، كاين اللي كتجي معاه زيت الزيتون، زيت ارغان، زيت الورد، اي زيت متوفر عندكم كيليق البشره ديالكم ممكن تستعملوه، ماشي بالضروره هاد الزيوت اللي درت انا. صافي وغتاخذوا اي بواطه عندكم كيف ما كانت البنات، تحتفظوا بها باش تحتفظ لينا هكا بالخليط ديالنا، نحتفظوا به في الثلاجه. صافي وغادي ندير الخليط ديالي في هاد البواطه هذه على هاد الشكل هذا. هاد الوصفه هادي البنات غادي تشكروني عليها، وما غتبقاش تخطاكم بتاتا من بعد ما غتجربوها، لانها فعاله وفعاله جدا بالنسبه للعريسات، وحتى اللي ماشي عروسه، ماشي بالضروره تكوني اختي عروسه عاد تهلاي في راسك، غادي تعجبكم بزاف وغتعطيكم النتيجه والبياض والتفتيح اللي كتقلبوا عليه. تبعوا معايا دابا الفيديو الاخير باش نشارك معكم ان شاء الله كل شيء على هاد الوصفه هادي وكيفاش تستعملوها والطريقه وكل شيء باذن الله. حبيباتي هذه هي الوصفه ديالنا، ما شاء الله كتجي على شكل كريمه. شوفوا معايا، شوفوا البنات ما شاء الله وصفه كريميه، وصفه رائعه جدا كيفاش كتجي القوام ديالها. هي البنات يبيعوا لكم باثمنه خياليه، وما يكونش بحال هذا القوام هذا وبحال هذا البياض اللي كيعطيكم هذا الكريم هذا او لهاد الوصفه هذه. كتبيض المناطق الحساسه، كتخلي البشره كتلمع ما شاء الله، وكتزيل جميع التسبغات وجميع المشاكل ديال البشره من الوجه، الجسم، العنق، لاي منطقه ممكن تستعملي ليها هذا الكريم هذا. شوفوا معايا البنات الوصفه ديالنا كيف دايره، محضره في البيت، مكونات بسيطه متوفره عند الجميع. ها انتم يا البنات رائعه جدا هذه الوصفه هذه، شاركتها معكم من القلب، نتمنى ان شاء الله تجربوها وما تبخلوش عليا باللايكات، اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم ليا، لانها وصفه مميزه لاقصى الدرجات. ومي غتجربوها غترجعوا عندي وغتشكروني عليها، ورجعوا عندي لي كومونتير وقولي النتيجه اللي عطاتكم باذن الله منين تجربوها، حيت انا متاكده غتعجبكم بزاف بزاف. طريقه الاستعمال ديالها ها انتم البنات، غادي نتاخذوا من الكريم اولا بالوصفه ديالنا على هذا الشكل هذا. هانتي يا اختي هانتي ما شاء الله، شوفي معايا، شوفي شوفوا يا البنات ما شاء الله على وصفه كيف دايره، راه صراحه رائعه جدا، كريم منها كريم ومنها وصفه، وكترطب وكتحيد لينا جميع المشاكل اللي كيكون عندنا البشره في البشره ديالنا مع المداومه. اكيد تخليوها في البشره ديالكم، كتبقاو تماصيو مزيان مزيان، مثلا درتوها في العنق ديالكم اولا الوجه اولا في الجسم، تبقاو تماصيو على هذا الشكل هذا. انا وريتكم الطريقه على ايديا، وتخليوها على هذا الشكل هذا من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى تنشف مزيان مزيان، وغسلوها غير بالماء لانه اصلا فيها الصابون، ما تحتاجوش انكم تغسلوا البشره ديالكم بالصابون. صافي البنات غتغسلوها بالماء عادي، انا غنخليها تقريبا واحد 15 دقيقه ونغسلها ونعاود نرجع معكم باش نوريكم المرطب اللي كنستعمل البشره ديالي. فوالا حبيباتي من بعد ما غسلت البشره ديالي، شوفوا معايا ما شاء الله على بياض كتعطي هذه الوصفه هذه، وكتحسوا بالبشره ديالكم ولا فيها ملمس كملمس الاطفال، عطي بشره اللي هي رائعه جدا ورطبه رطبه، وفيها واحد الريحه فنه كتخلي لكم واحد الرائحه اللي هي غزاله في البشره، يعني انها كتخلي ريحه زوينه، كترطب البشره، كتحيد التسبغات، كتبيض، كتوحد لون البشره، فيها جميع الفوائد وجميع الحاجات اللي كتقلبوا عليهم موجودين في هذه الوصفه هذه، وصفه واحده كتعالج لنا بزاف ديال المشاكل. صافي البنات بعد ما تكونوا غسلتوا البشره ديالكم مزيان مزيان، تاخذوا اي كريم مرطب عندكم. انا نستعمل هذا ديال ناتور اسوان، صراحه هو اللي كنستعمل الجسم ديالي. سمحوا لي قلت لكم على صوتي بعد ما كيمشي لي الصوت، لانني ضاربني البرد مزيان مزيان شاد فيا، والله العظيم البنات الا ما بغيتش انني نغبر عليكم قد ما خصني نصور لكم هذا الفيديو هذا، داكشي علاش ما تبخلوش على خصكم باللايكات، اللايكات ديالكم كنجيب لكم وصفات من القلب ووصفات زوينين بزاف، حتى نتوما ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. هذا هو الكريم البنات اللي كنستعمل الجسم ديالي، ممكن تستعملوا حتى البشره في الفيزاج كورما، تستعملوا اليدين ديالكم، الوجه ديالكم، الجسم ديالكم بالكامل ديال ناتور اسوان. هو هذا زوين بزاف هذا الكريم هذا، كنستعملوا دائما البشره ديالي، راه قربت نسالي بقى فيه تقريبا غير شويه، دائما كنستعمل هذا الكريم هذا في اللي ملي كنبغي نعس كندهن به الجسم ديالي كامل، وكيخلي واحد الترطيب رائع. غنخلي لكم جميع المعلومات على هذا الكريم ديال ناتور اسوان في صندوق الوصف ان شاء الله، دخلوا عندهم وخذوا بعينيكم مغمضين، زوين بزاف عرفتي البنات، كتحسوا بيديكم ما شاء الله
رطبه 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 رطبه، واحد الملمس اللي هو رائع جدا، حتى الريحه اللي فيه غزاله كتحمق. هذا ما كان البنات، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ونتلاقاو في فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره ليكم، باي باي.